الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، محدثكم خالد السعيد، أناقشة المواضيع والقضايا يوميا، وبإمكانكم دائما مشاركة آرائكم في خانة التعليقات، ولا تنسون تقيمون المقطع بالضغط على زر الإعجاب حتى يصل المقطع على أنحاء المنصة، ويفضل تدعمون القناة بالاشتراك فيها، ولا تنسون تفعلون التنبيهات حتى يصلكم جديدنا، وتابعونا على باقي منصات التواصل الاجتماعي وبتحصلونها في خانة الوصف. فاحنا ندخل بالعديد من المواضيع ونتناقش فيها، وفي هالموضوع بالذات بنتكلم عن آخر الإنجازات وأكبرها اللي حصلت مع وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بعد عودة الطلاب وطالبات إلى المدارس، وبنتكلم عن القرارات وأيضا عن أهم الأحداث اللي صارت ولها علاقة بتعليم النظامي، وحبذا أيضا تشاركوني أراكم في خانة التعليقات بعد ما تأخذون فكرة عن المقطع، لعلنا نجد بعض الحلول للأحداث اللي صارت مؤخرا. ففي نظري شخصيا أشوف أن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية تعتبر من أكثر الوزارات إنجازا وأداء بالشكل اللي يهتم فيه الأشخاص اللي تابعين له، سواء كان على نطاق الطلبة أو آبائهم أو حتى المعلمين والإدارة والمدرسة في المملكة العربية السعودية. فوزارة التعليم ما يعطيها الجميع حقه وزيادة، وبصراحة علشان يعني تفهمون المقصد، فأغلبية الناس يتوجه للمدارس ليس بهدف جودة العلم، لذلك منا بمركزين على المناهج وأداء المعلمين وتخصصات حتى الموجودة في الجامعات والكليات، بل بنركز على المصدر الأول وهم الآباء وطلبة. فالآباء في الغالب يحطون أبنائهم في المدارس أو الجامعات والكليات ليس بغرض العلم بل لهدف الحصول على شهادة، وفي الغالب أنهم يفتكرون من أبنائهم وبناتهم. فالمدرسة والجامعة والكلية نقدر نسميها حاضنة، لذلك اللي يبي يشوف الموضوع من ناحية الآباء فهم سووا اللي يبون وجابوا البزارينهم شهادات وحتى افتكوا منهم الفترة من الوقت أو حتى من الزمن. ونجينا عند موضوع المعلمين فهم ما قصروا، اشتغلوا كوظيفة معلمين وأيضا كحاضنات، وذلك نفسه ينطبق على المدرسة اللي وفرت لهم أماكن الراحة، حتى أن هالآباء يتركون أبنائهم وبناتهم في هالمدرسة ويخلصون مسيرتهم. لا، وتلقى هطالب وطالبة من يوم أنه بزر، يعني من يوم أنه صغير ولين ما يقوم يتخرج من الثانوية أو من الجامعة وهو علاقته مع المدرسة غير سارة. وأنتم تعرفون الغالبية العظمى من الطلبة سواء كانوا من الذكور أو الإناث فهم ما يفضلون الذهاب للمدرسة، ودائما في كل بداية ترم وعودة الطلاب والطالبات إلى المدارس ينتشر السؤال اللي في أذهانهم وهو متى تخلص المدرسة، وتلقاه توه مخلص العطلة الصيفية لكن إيش مطلع إلى أنه يبي ينتهي من هالعام الدراسي من خلال أنه يقعد يحسب. والجواب على ذلك وخصوصا لجميع الطلاب والطالبات، ونتمنى لهم التوفيق وأن الله يعينهم في مسيرتهم الدراسية، وهي بتكون كما وضحتها وزارة التعليم أن بداية إجازة نهاية العام بتكون في يوم 19 من شهر 10 في عام 1441 هجرية الموافق بالتاريخ الجريجوري أو ما يسمونه الميلادي، فبيكون في يوم 11 من شهر 6 2020. يعني الله يعين هطلاب وطالبات اللي يروحون المدارس ولا الجامعات خلالها 9 شهور. وإحنا دائما نقول أن في حل ينفع للجميع وبنفس الوقت بيعطي قيمة اقتصادية في الوطن، وفوق هذا بيرفع من دخل الأسرة، وهو اللي يسمونها تعليم المنزلي. والتعليم المنزلي أن طالب يدرس في البيت ويذهب للمدرسة اللي هو مسجل فيها فقط وقت الاختبارات، طبعا يسمونه في المملكة العربية السعودية بنظام نور، وهو اللي يتيح للطلاب وطالبات أنهم يدرسون عن بعد أو في المنازل ويختارون المدرس أو المدرسة اللي يرغبون بهم، ويذهب المدرسة فقط وقت الاختبارات، وهطالب يحصل نفس الدرجات اللي حصلها اللي يروح للمدرسة كل يوم. لكن سبحان الله أن الطالب اللي قاعد في البيت يوفر فلوس وعنده وقت أكثر، وفوق هذا كله معدلة كما تشير أغلب الأبحاث عالميا أن طلاب التعليم المنزلي أداهم أفضل بمراحل من الطلبة اللي يدرسون في الجامعة. لكن هذا على نطاق الآباء والطلاب، وخاصة عندكم فئة من الناس يشتكون من المعلمين، وبعض الآباء الله يهديهم حتى ما يخلي المدرسة في حالها، يا أما يشتكي على المبنى ولا الإدارة ولا أي شيء يخصها. فلذلك اللي بيخفف واجد على الآباء وحتى أبنائهم وبناتهم إذا توجهوا لتعليم المنزلي وتعليم عن بعد، لأنه بيوفر مبالغ وأيضا بيعطي طالب الوقت الكافي في أنه يتعلم، بالإضافة إلى أن يكون عنده مدرس خصوصي يركز على المواد مع طالب الحالة، أفضل مما أن يكون هالمدرس مع قطيع من الطلاب يفوق عددهم فوق 20 ولا 40 طالب. لكن بعض الناس أيضا يشتكي من وزارة التعليم، وبنبين لكم في هالمقطع وشلون أن وزارة التعليم جالسة تحاول تواكب علشان ترضي فئة الآباء اللي باحلين بأبنائهم وبناتهم ولا يدرون وش يسوون فيهم. فقبل أيام استنكرت وزارة التعليم عن تصرف صدر من أحد المدارس، وظهر فيه أن هالمدرسة وضعت مجموعة من الكتب الدراسية الجديدة، المجموعة من المستويات التعليمية، ومرمية في الزبالة الله يكرمكم ويكرم السامعين. ولا شك أن كل مدرسة يجيها حقها من الكتب الدراسية، وإذا فاق العدد فمطلوب منهم يرجعون هذا مقر وزارة التعليم الموجود بالمنطقة. لكن هذا دل على أن فيه فائض في الخير اللي جالسة تقدمه وزارة التعليم. وقبل كم يوم أيضا وضحت وزارة التعليم أن إداراتها في كافة المناطق والمحافظات في المملكة العربية السعودية بدأ إرسال الطبعة الأولى من الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني، وأيضا على كافة المستويات التعليمية. تعرفون الآن مع بداية العام الدراسي بعض الآباء وولاة أمور الطلاب الله يهديهم، سبحان الله الفطانة ما تجيه إلا على آخر لحظة، يعني ما يبدأ يفطن وينتبه أنه ما سجل عياله في المدارس إلا مع بداية العام الدراسي. فزاد زحام طلاب الفصول في المدارس، وخصوصا بعد ما قامت وزارة التعليم برفع الطاقة الاستيعابية إلى 45 طالب في الفصل الواحد، وزاد شكوى أولياء الأمور من الطلاب وطالبات
على بعض مناطق المملكة العربية السعودية مثل منطقة عسير والمنطقة الشرقية وأيضا بعض المناطق في الوسطى، إلا أن وزارة التعليم سارعت في بناء عدد من المدارس والمجمعات التعليمية على أنحاء المملكة. أيضا جت قرارات مثل منع الملخصات والمذكرات وأيضا إلغاء نظام التقويم المستمر، ويذكر أن وزارة التعليم الآن تدرس إلغاء اختبار القدرات، بالإضافة إلى أن وزارة التعليم ألزمت المدارس الموجودة في المملكة العربية السعودية أنها توحد أسعار المقاصف المدرسية اللي يبيعون فيها المأكولات والمشروبات. أيضا خصصت وزارة التعليم 40 دقيقة يوميا حتى يتم تحسين مستوى الطلاب والطالبات في المراحل الابتدائية على مواد الخط وحتى الإملاء. أيضا وزارة التعليم جالسة تدرس إلغاء بعض التخصصات في الجامعات، واللي قد تكون هالتخصصات ما لها أثر إيجابي للجامعة أو الدولة في السنوات المقبلة. لكن القرار اللي صدم العديد من الناس اللي قامت به وزارة التعليم، وهو دمج الصفوف المبكرة الأولية واللي اعتبرها البعض أنها اختلاط بين الطلاب والطالبات في المدرسة. فوضحت الأستاذة ندى إسماعيل مدير عام الطفولة المبكرة التابعة لوزارة التعليم أن هذا هدف من الأهداف اللي تسعى له وزارة التعليم، وأنها ماشية على خطة عشرية، أي عندهم 10 سنوات حتى أن تكون جميع المدارس في المملكة العربية السعودية مدموجة للصفوف الأولية. واللي وضحت الأستاذة ندى إسماعيل أن هدفها تحسين أداء الطلاب في الصفوف الأولية بما أن الطالبات أداءهن أفضل من الطلاب. وصراحة نظرنا للموضوع بنظرة جدية، فإحنا سبق وتكلمنا عن أذرع الأمم المتحدة وخصوصا اليونسكو في التأثير على الدول وقراراتها وخصوصا في مجال التعليم. فقبل شهور قامت هيئة حقوق الإنسان برفع ندوة بعنوان تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتم بثها مباشر في منصة اليوتيوب. وكما وضحت سفيرة الأمم المتحدة ناتلي فاستي أن الأحداث الرئيسية ستتمثل بتطبيق الأجندات حتى عام 2030، وتكلمت عن ضمان التعليم المجاني وضمان القضاء على التمييز والعنف وأيضا ضمان إتاحة النماء والرعاية في الطفولة المبكرة. وبإمكاني ألخصها لكم في أحد المقاطع الجاية إذا رغبتوا، ولا تكتبون لي في خانة التعليقات أيضا إذا حابين نتكلم عن تأثير الأمم المتحدة على التعليم في العالم، لأن المعلومية التعليم النظامي ما فرض على هالعالم علشان سواد عيون، بل لو قعدنا وفكرنا بالموضوع الطفل اللي كان يعمل وهو عمره 7 سنوات مع أسرته سواء كان في الزراعة أو في تجارة أو مع أسرته في الحرف أو الأعمال اليدوية، الآن أصبح يجبر إلى أنه يكمل مسيرة التعليم وخلال 12 سنة من أولى ابتدائي إلى ثالث ثانوي، يعني ما ينتج أبدا. فكان هدف الأمم المتحدة أنهم يبعدون الأطفال والناشئين من الإنتاج. طبعا هو أحد أهداف الأمم المتحدة في تقليص نسبة البشر حتى يقدرون يسيطرون على المصادر الموجودة في الوطن وحتى التأثير على الأقلية. لكن موضوع دمج الصفوف الأولية وأنه بيخلي الطلاب الذكور أفضل أداء مع المعلمات مقارنة بالمعلمين، فهذا تم دحضه من العديد من الدراسات. ففي منصة اليوتيوب نشرت مؤسسة هنالس التعليمية في منصة اليوتيوب محاضرة بعنوان Why are we losing our boys؟ واللي تعني لماذا نخسر أولادنا. فكان فيها مجموع من الباحثين اللي تكلموا عن توجه طالبات في التعليم النظامي اللي يتعلمن بهدف المتعة، وأن الطلاب الذكور يركزون على تعلم من أجل الفائدة. فحتى يمكن نلاحظها هذه موجودة عند الشباب والبنات في تركيزهم على القراءة، فبنلاحظ أن الفتيات غالبا ما يركزن على قراءة القصص، أما الذكور يركزون على قراءة الأمور اللي تبي تفيدهم بالحياة. كما أن هناك دراسة في عام 2006 من معهد هوفر التابع لجامعة ستانفورد، وجدوا أن هناك أثر كبير بين المعلمين الذكور والإناث على أداء الطلبة في الاختبارات وحتى في المشاركة بالفصول، وبالذات على مراحل الابتدائي واللي كانت على أكثر من 25 ألف طالبة. وملخص الدراسة أن الطالبات يكون أداءهن أفضل حينما يتم تدريسهن من المعلمات، أما الذكور فأداءهم أفضل مع المعلمين الذكور. ومعظم الآثار السلبية اللي ظهرت على أداء الطلاب الذكور كانت بسبب تدريسهم من المعلمات، وسبب في ذلك قل أداء طلبة من الذكور مع المعلمات في المدرسة كان يتمركز عند تفضيل المعلمات للفتيات أكثر من الأولاد، بالذات مع المعلمات حينما يكون التقييم على أداء طلاب الذكور. فلاحظت الدراسة أن المعلمات ما يقيمن درجات الطلاب بطريقة الأكاديمية الفعلية. كما أن هناك دراسة أخرى أجريت في عام 2013 في جامعة جورجيا تكلمت عن الاختلاف بين الجنسين الذكور والإناث فيما يخص التحصيل الدراسي. فالدراسة أثبتت أن المعلمات يبالغن في تقييم أداء طلاب الذكور بشكل غير عادل، حيث أن الدراسة وضحت أن المعلمات يتحيزن للطالبات في إعطاء الدرجات مقارنة بالطلاب الذكور، وذلك قد يكون بسبب كون المعلمة تركز على المهارات الاجتماعية والعاطفية وليس الأداء الأكاديمي. والدراسة نفسها وضحت أن الذكور حينما يتصرفون مثل البنات فإن المعلمات يقمن بإنصاف الذكور بشكل عادل، خاصة في درجات السلوك والأداء. بالإضافة إلى أن الدراسة أشارت إلى أن المدرسين الرجال يعززون جهد طالب ويعطونه إنصاف أكثر في تقييم الأداء وحتى احترام الذات. ووضحت الدراسة أيضا أن المعلمين الذكور ما عندهم تمييز بين الطلاب سواء كانوا أولاد أو بنات، لا أولادكم دارين. حتى في دراسة أخرى أجريت في جامعة كولومبيا في عام 2009 أثبتت أن المعلمات قد يكون لهن أثر سلبي حتى على طالبات. فتذكر الدراسة أن بعض المواد العلمية مثل الرياضيات فتحصيل الأكاديمي يكون أصعب عند طالبات مع المعلمات بالذات، فكل ما زادت المعلمة قلق وصارت تخوف الطالبات فاحتمالية تدني الدرجات عند الطالبات تكون أكبر مقارنة بالمعلمين الذكور.
الذكور. ايضا لا تخيلنا بس شوي بنلاحظ ان فيه مشكله بتكون عند الاجيال القادمه حينما يتم تدريسهم من الاناث، خصوصا ان الان فيه فجوه عمريه بين الاباء وابنائهم، وهذه مشكله الان جالسين نواجهها، وهي ان النموذج الابوي مفقود عند العديد من الاطفال، وهذا اللي يزيد جانب العنف او حتى الاكتئاب عند العديد من الذكور والاناث. لذلك يفضل ان الشخص اذا الله رازقه باطفال فلا بد انه يلحقهم بتعليم المنزلي او تعليم عن بعد حتى يكون اداء طالب او طالبه افضل ويقل الجانب السلبي عندهم. لو عاد ليتكم دارين الان وضحت وزاره التعليم انها تبي تطرح وظائف لتانيث سائقات الحافلات اللي بتنقل الطلبه والطالبات للمدرسه، وهذا ايضا ضمن مشروع الامم المتحده في تمكين المراه. وصراحه شيء خطر، لان قبل كم يوم حصلت احداث مروعه لها علاقه بالطلاب اللي يركبون هالحافلات المدرسيه. ففي منطقه الباحه توفي طفل ما تعدى عمره 5 سنين وهو راجع للبيت مع الحافله والباص، ويذكر انه ما امداه نزل من الباص الا وجاء حادث. ايضا قبل ايام في الرياض توفيت طالبه جامعيه وهي نازله من هالباصات المدرسيه وصار لها حادث وهي متجهه لبيتها. لكن ما اكتفينا فقط بموضوع الحافلات، لان حتى تانيث سائقات الحافلات بتصير ادهى وامر، خصوصا لاحظنا بعد قرارات اتاحه المراه لقياده السياره حوادث مخيفه، اللي حرمه دخلت على محل، واللي بنت دخلت على سوق، واللي عفست الشارع وصدمت لها اكثر من سياره. لكن نسال الله ان يحفظنا ويكفينا من كل شر. ومصايب المدارس ما اقتصرت فقط في حافلاتها او باصاتها، بل حتى داخل المدرسه. فقبل ايام افتتحت اداره وزاره التعليم في المنطقه الشرقيه تحقيق في حادثه اعتداء طالب بالمدرسه وفي احدى المدارس المرحله الثانويه، اللي قام طالب بطعن زميله بآلة حاده، لكن ولله الحمد سلمها طالب. فتعرفون التنمر موجود عند الذكور والاناث وعلى كافه المستويات التعليميه، ولا شك ولا ريب ان الاباء يدرون ان ابنائهم وبناتهم يتعرضون للتنمر والاعتداء بشكل يومي، لكن ما يهتمون، اهم شيء بس يفتكون منهم. مع ان هناك بديل زي ما ذكرنا اللي هو التعليم المنزلي والتعليم عن بعد، اللي اتاحت وزاره التعليم للاباء بانهم يدرسون ابنائهم ويتحملون مسؤوليتهم في بيتهم، ويروح الطالب وقت الاختبارات مثله مثل غيره. ايضا ما يخفى على العديد من الناس لما حصل لطالب معتز الحارثي، اللي روى ابوه خويتم الحارثي تفاصيل وفاه ابنه في المدرسه، وكانت ايضا على يد احد اصدقائه، واللي ما قصر الاعلام الماضي وحتى الجديد في عرض تفاصيل القصه. لكن وضح الاب انها اجبر ابنه بالذهاب للمدرسه وعدم الغياب، وايضا وضح الاب ان ابنه كان بيتوتي ولا يخرج من البيت، وهذا ان دل على ان هناك العديد من الطلبه لا يرغبون في الالتحاق بالمدرسه لانها تاخذ من وقتهم، وفوق هذا كله تاثر عليهم سلبيا. وسبق وتكلمت عن التعليم المنزلي وفوائده، وايضا تكلمت عن كيفيه ارضاء جميع الاطراف سواء كانوا الاباء والطلبه او الاداره والمدرسه والمعلمين وحتى وزاره التعليم، وهو من خلال التعليم المنزلي او التعليم عن بعد. لكن اتمنى تشاركوني اراءكم في خانه التعليقات، ولا تنسوني دائما تقييم المقطع بالضغط على زر الاعجاب او اللايك حتى يوصل المقطع على كافه المنصه، ولا تنسون تدعمون القناه بالاشتراك فيها مع تفعيل التنبيهات حتى يوصلكم جديدنا، وتابعوني على باقي منصات التواصل الاجتماعي بتحصلونها في خانه الوصف، حتى نتمكن دائما برفع وعي الفرد والمجتمع على كافه المجالات.